حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى برنامج الصحافة اليوم، ونتناول فيها أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية التي تطرقت إلى مستجدات شأن اليمني. أرحب بكم. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: الحوثيون يقطعون إمدادات مياه الشرب عن سكان حي منظر بمدينة الحديدة انتقاماً. لغم حوثي يودي بحياة 4 مدنيين من أسرة واحدة في الدريمية. إصابة 4 مواطنين في قصف لميليشيات الحوثي على مدينة حيس. نيوز يمن طلعتنا بالعناوين التالية: من داخل دورة حوثية، فيديوهات معارك إيرانية ومقررات كليات عسكرية وقسم الولاء للسيد. شطارة: لقاء جدة سيثبت الانتقال مؤثرا للجنوب في التسوية النهائية باليمن. تعرض مواقع القوات المشتركة للقصف والاستهداف في الحديدة وحيس والتحيتة. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: 118 شهيدا وجريحا مدنيا في مديرية حيس، حصاد انتهاكات الميليشيات منذ اتفاق ستوكهولم. الحديدة: ميليشيا الحوثي تمارس عقابا جماعيا بحق سكان حي منظر المحرر بقطع امدادات مياه الشرب عنهم. هجوم حوثي بعد انسحاب اخواني من مواقع في ناطع البيضاء. توقف عدد من المنشآت الصناعية في باجل بفعل تعسفات الحوثية. ميليشيا الحوثية تصاعد خروقاتها بالحديدة بقصف مواقع القوات المشتركة بحيس. عدن تايم أوردت العناوين التالية: قرار بالعفو العام في القوات الخاصة لحج مشروط. طعنات حزب الإصلاح الغادرة بتسليم المواقع للحوثيين تتكرر. الميثاق نيوز طالعتنا بالعناوين التالية: الأردن يدعو الأمم المتحدة لتكثيف الجهود لإنهاء الحرب في اليمن. وزارة الدفاع: الجيش اليمني سيشارك في تأمين المناطق المحررة. حضارم نت: وفي عنوان مضحك مبكي، رسوب جميع طلاب ثانوية بأحدى مديريات حضرموت. الحياة أوردت العناوين التالية: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيطة. الأمم المتحدة: الميليشيات الحوثية ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب. المالكي: أسقطنا 14 مسيرة والحوثيون ارتكبوا 7010 خروقات خلال أسبوع. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: في الذكرى الرابعة لحادثة صافرة الإرهابية، التحديات المشتركة عمقت العلاقات الإماراتية السعودية. غدر 4 سبتمبر، صلابة التحالف العربي أسقطت مخطط التآمر القطري الإيراني. الشرق الأوسط أوردت العناوين التالية: اعتراض طائرتي درون وثلاث صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية. الانتقالي مجددا في جدة لإطلاق حوار عدن. تحركات دبلوماسية لإنهاء التوتر، وأحزاب يمنية تشدد على دعم الشرعية. والأردن يؤكد ضرورة إنهاء التوتر في عدن. الانتقالي يصل إلى جدة ويؤكد رغبته بالحوار مع الوفد الحكومي. الجيش اليمني يطوق مدينة حرض بإسناد من القوات السعودية. صعدة تكبد الميليشيات عشرات القتلى والمواجهات تشتد في الضالع. في مقالنا لهذا اليوم كتب محمد سالم بارمادا: أيها اليمني أنت تباد. قال فيه: بلغ سيل الزبا وضفح الكيل حتى لم يبق في قوس الصبر منزع باستباحة الدماء المحرمة وقتل الأنفس المعصومة اتباعا للظن والهوى، وطحنت الأجساد اليمنية تحت آلة القتل بسبب أو من دون سبب، فاحت رائحة الدم هنا وهناك وتقطعت الأجساد أشلاء، جثث تراكمت فوق بعضها وكأن النيران ابتلعتها مرة واحدة، جثث متفحمة وأشلاء متناثرة، وتناسلت المآسي الإنسانية وتفاقمت قسوة الألم والمعاناة، مشاهد مروعة تنفطر لها القلوب وتقشعر لها الأبدان حتى أصابتنا غصة في الحلوق شهدت بها كل المدن اليمنية. أعذار كانت ولا زالت تفصل وتخيط على حسب أمزجة اللاعبون
الدوليون وصغار القوم من بني جلدتنا الذين يحلمون أن يكون لهم شأن في عالم الكبار ولو على حساب الشعوب المستضعفة. أيها اليمني، لن تجد تفسيرا منطقيا لكل هذا التدمير والقتل والإبادة المنظمة والمبرمجة والعبث، لأنه ببساطة شديدة من ائتمنتهم على وطنك هم من يقتلونك ويستبيحون دماءك المعصومة، أما البقية الباقية فهم صامتون صمت القبور. مشاهدينا الكرام، طبعا سوف نناقش في هذه الحلقة حول حوار جدة عدن وحول أيضا الانتقال والشرعية، ومحورنا الثاني سوف يكون على تغيير رئيس وفد البعثة الأممية لمراقبة إعادة الانتشار في الحديدة. نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بعودتكم مجددا مشاهدينا الكرام. البداية مع ضيفي الدكتور فارس البيل الإعلامي. سوف نتكلم في هذه الآن المحور مع الدكتور فارس حول طبعا لقاء عدن جدة بين الانتقالي وكذلك الشرعية. دكتور فارس مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. نعم، الآن لقاء الانتقالي مع الشرعية في حوار يعتبر هو الثاني، برأيك مع فشل لقائهم الأول والآن هناك حوار ثاني، كيف الآن يتم اجتماعهم ولماذا الآن الحكومة الشرعية ترضى بهذه اللقاء وعلى أي أساس سوف تتم؟ ولم يبدأ هنالك حوار حتى الآن، أو يمكن أن نقول أن هنالك حوار. ما يزال موقف الحكومة الشرعية على الأقل رافضا لمحاولات الجلوس مع المجلس الانتقالي بناء على المعطيات الموجودة، وتصر الحكومة الشرعية أنه ليكون هنالك حوار لكن بعد أن يتم عودة الحكومة والمؤسسات إلى عدن عملا أو التزاما ببيان التحالف الأول الذي أكد أنه على المجلس الانتقالي أن ينسحب تماما من كل المؤسسات قبل أن يذهب إلى حوار جدة. وبالتالي أعتقد أن موقف الحكومة الشرعية حتى الآن في إطار هذا النمط، بينما المجلس الانتقالي هو كمن يذهب ليبحث عن ما يمكن أن يكسبه خلال هذه الفترة، رغم حالة التراجع في تصوري عن كل أو عن السقف الذي كان المجلس الانتقالي يضعه لنفسه، بناء على أن ذهابه في المرحلة الأولى كان وهو يسيطر على كثير من المناطق فيها شبوة ويدعي أنه يمثل الجنوب ككل كما كان يقول، في حين كانت كثير من الأصوات الجنوبية خافتة. الآن تغير الوضع، لكن في كل الأحوال أنا أتصور أن الحوار لم يجد طريقا ملموسا طالما وهنالك نوع من التباين. ولنا أن نقيس أن المجلس الانتقالي هو في الأخير ليس لديه رؤية واضحة وليس لديه أهداف واضحة، إنما هو في تقدير أداء استخدمت في ظل هذه الفترة لعرقلة الحكومة الشرعية، وبالتالي هو لا يدرك ما الذي يريده. إن جاء المجلس الانتقالي وقال أنه انفصال فهو في ذات اللحظة يقول أنه ملتزم بشرعية هذه، ثم كيف تذهب وتحاور الشرعية ندا هنا دكتور فارس، نقطة الحوار، ما الذي يعني أن يكون حوار جدة غير مباشر؟ هو قبل أن يكون مباشر أو غير مباشر، أنا أعتقد أن نقطة الخلاف تنطلق من هذا الموقف الذي تتخذه الحكومة الشرعية، أنها تشعر أنها طعنت في الظهر، وأنه ينبغي أن يكون هنالك عودة لمؤسسات الدولة أولا إلى عدن، ومن ثم على المجلس الانتقالي أن يشكل تيارا سياسيا يمكن أن تتحاور معه، لأن مبدأ أن تقوم أي جماعة بحمل السلاح ضد الدولة ثم تأتي وتحاورها فهذا هو ذات المأزق الذي وقعنا فيه
للتفاوض مع ميليشيا الحوثي تماما. الذي أطال الحرب طوال هذه السنين وعقد كل الأمور هو الجلوس إلى جماعة الحوثي، رغم أنها كانت مجرد ميليشيا عابثة تستخدم السلاح، لكن أن تعطيها القيمة المعنوية والقيمة السياسية وقيمة كطرف، فإن ذلك سيعرقل الأمور. ولذلك أنا أعتقد أن الحوار الندي طرف لطرف أعتقد أنه سيدخلنا في متاهة جديدة وفي حوارات طويلة، ولن تحل كل المشكلات في حوار واحد، لأن المجلس الانتقالي ليس لديه ما يخسره، وبالتالي سيستمر في عملية التفاوض وفي عملية الحوار. هو يريد مناصب هنا أو هناك، يريد أن يكون شريكا في الحكومة. طيب دكتور فارس، لماذا هنا لا يكون الحوار مباشر ويكون جميعا في طاولة واحدة ليتحاور كل طرف ويبدي موقفه من ما حصل؟ هي ليست المشكلة أن يكون الحوار مباشر أو غير مباشر، المشكلة في طبيعة الحوار من أساسه. ولذلك أنا أتفق مع وجهة نظر الحكومة الشرعية في أنه إذا سمح لكل طرف يحمل السلاح ثم تأتي ولتحاوره وتقتسم معه السلطة، سيتحول اليمنيون إلى 100 فئة، كل قبيلة ستحمل السلاح وتذهب على الحكومة أن تحاورها وتعطيها جزء من المناصب، وهكذا انتهى معنى الدولة وانتهى معنى والسلطة. نعم دكتور فارس، هناك من يقول أنه بما أنه في هنا الحوارات جدة عدن والانتقال هنا يحضر كطرف، بأنه ذلك سيجعل الانتقال هو من يتصدر المشهد السياسي في المناطق المحررة مستقبلا، كيف أنت تقرأ ذلك؟ هو يريد أن يتصدر صحيح، لكن هو لا يمتلك مشروع حتى دولة، بغض النظر اتفقنا أو اختلفنا مع تطلعاته نحو الانفصال كما يقول أو ما إلى ذلك، لكن هو لا يمتلك هذه القدرة، لا يمتلك الأدوات لا الجغرافية ولا السياسية ولا الدولية ولا أي من القوانين التي يمكن أن نقول أنها تشكل له أرضية للانتقال إلى هذه الصيغة السياسية أو لحب المناطق المحررة. ولذلك هو يدرك هذا الأمر تماما، وإنما يضغط لأجل أن يكون طرف في الحكومة الشرعية، طرف مؤثر يحظى بكثير من المناصب، ويشبك القضية الجنوبية في التفاوض القادم مع الأمم المتحدة، وبالتالي تدخل اليمن في متاهات كثيرة. إذا كنا لم نحل مشكلة صغيرة لإدخال المساعدات في الحديدة عبر مفاوضات طويلة، فلنا أن نتخيل كيف سيكون المجتمع الدولي يرعى تفاوضات بين اليمنيين في الشمال وفي الجنوب لمشاكل كثيرة. أنا أتصور أن المشكلة طبعا ليست في المجلس الانتقالي بحد ذاته، بقدر ما هي في من يدفع المجلس الانتقالي إلى أن يلخبط الأوراق في هذه الفترة وبهذه اللحظة وبهذه الشكل. يقولون أنهم بدعاءات كثيرة لكنها متناقضة. في كل الأحوال أنا أتصور أن الحوار، نحن مع الحوار بالتأكيد، لكن الحوار الذي يفضي إلى ألا تنهار الدولة وإلى ألا تسلم الدولة وإلى أن تبقى الدولة بضعفها بفسادها بأي كانت حالتها، هي الإطار الوحيد الذي يحمي اليمنيين أو الذي ينتمي إليه اليمنيون. لأننا بلا إطار وبلا دولة فبالتأكيد سنصبح إذن الدكتور فارس في هناك الآن دعوات لإنهاء الحرب، منها مثلا ما قامت بدعوات دبلوماسية، وكذلك الأردن تدعو الأمم المتحدة لتكثيف جهودها لإيقاف الحرب في اليمن. برأيك إذا ما قامت هذه الدعوات أو استجيب لها، فكيف ستكون هناك نهاية؟ يعني إذا كان الميليشيات الحوثية تقوم باحتلال طبعا المناطق الخاضعة لسيطرتها والعبث بالبلاد، وكذلك الآن ما حصل من طبعا الصراع لا يخفى على أحد في المناطق المحررة، ما هي الدعوة التي ممكن أن يستجاب لها وبأي وسيلة سوف يتم إنهاء الحرب؟
مبدئيا نتفق أن إنهاء الحرب والوصول إلى السلام غاية كل يمني، ولا يتمنى استمرار الحرب إلا أولئك المستفيدين عديم الضمير الذين يريدون أن تطول المعاناة على اليمنيين ليستفيدوهم. لكن الناس مع إنهاء الحرب، مع الوصول إلى السلام، لكن وهذه هي النقطة الأهم، كيف تنتهي الحرب وعلى ماذا تنتهي الحرب؟ نحن لا نريد أن تتوقف الحرب هكذا فجأة ثم يحصل اتفاق وهذا الاتفاق يؤسس لحرب قادمة. هذه هي المشكلة. كثير من الناس يقولون نحن مع إيقاف الحرب. نعم إيقاف الحرب، لكن على ماذا؟ كيف يتم إيقاف الحرب؟ نريد إيقاف الحرب لكن على أن لا تعود مرة أخرى. نريد إيقاف الحرب لكن على أن تطفأ كل جذوات الصراع، وعلى أن تدفن كل بؤر الصراع مرة أخرى التي يمكن أن تنشأ منها أفول الحرب. لماذا يتصارع اليمنيون طوال السنين عبر التاريخ بهذا الشكل وبهذه الحالة المتسارعة من الحروب؟ لأنهم لا يتفقون على إنهاء الحرب بشكل كامل. كل الاتفاقات التي ترعى إيقاف الحروب في اليمن كانت تؤسس لحروب مختلفة. ولذلك أنا تصوري الشخصي أن إيقاف الحرب هذا ينبغي أن يكون مشروع شامل، بمعنى أن يكون هنالك نزع للسلاح من كل الطوائف والفرق، ولا يكون إلا لدى الدولة، والدولة عليها أن تؤسس جيشا وطنيا خالي من أي سيطرة لأي طرف سياسي أو طرف ديني أو طرف قبلي أو طرف اجتماعي. أن تؤسس الدولة بناء على لنقل حكومة تكنوقراط أو حكومة قادرة على أن تقدم الخدمة للناس بعيدا عن استلاب هذا الطرف أو ذا. نعم دكتور فارس الآن نعم يؤدي إلى كثير من المشكلة. نعم دكتور فارس، في تصريح الميسري تحدث أنه سوف يتم العودة إلى عدن بالسلم أو بالحرب، وأنه لن يسمح بالعبث الحاصل وتفتيت البلد. على ماذا بنى هذا التصريح؟ هو بناء على اعتبار أنه مسؤول في الدولة وهو وزير داخلية، وبالتالي من الطبيعي. على ماذا بنى في أرض الواقع إذا كان مثلا ما حصل قبل نعم. أرض الواقع من حق أي دولة أي نظام في العالم أن يبسط نفوذه، وأن لا يسمح بالفوضى، وأن لا يسمح بجماعات خارجة عن القانون وعن النظام أن تسيطر. وبالتالي واجب، هو واجب، ليس فضلا من هذا الوزير أو ذاك. أو اليمنيون يفترض أن يطالبوا حكومة هادي بأن تبسط نفوذها على كل مكان، وأن لا تسمح لأحد أن يهز الدولة ويحمل السلاح عليها. هذا هو الطبيعي. لكن أصبح اليمنيون في حالة سبية، مجرد متفرجين، وانقسموا حتى بين الطوائف. لكن إجابة على سؤالك، على ماذا يبني؟ هو يبني على أن هنالك يفترض أن يكون هنالك جيش وطني. هذا الجيش ينبغي أن يحمي، وأجهزة أمنية لديه، وزارة داخلية بأجهزة أمنية بأعداد كبيرة. ما الذي تقوم به؟ لا شيء. يبني على أن هنالك مؤسسات، وعلى أنه هنالك شبه دولة موجودة في برغم ضعفها في المناطق المحررة، بالإضافة إلى تحالف يفترض أنه يدعم الشرعية. وبالتالي ينبغي أن توضح كل هذه الملابسات، وتوضح كل هذه الاشتباكات الموجودة في المفاهيم وفي التصورات وفي الرؤى، بحيث يكون هنالك إذا أراد التحالف وأراد اليمنيون وأرادت كل القوى وأرادت كل الفرق أن ينتصر اليمن على ميليشيا الحوثي أولا، فعليهم أن يجتمعوا ويستردوا ويستعيدوا الدولة التي ستشكل أرضية لأي نقاش، أرضية لأي خلاف، أرضية لأي مشاريع سياسية أو رغبات أو طموح سياسي. ثم بعد ذلك فليختلفوا كيفما شاءوا، وقد أصبحوا في مأمن. فلتذهب اليمن إلى 20 إقليم حتى. المهم أن يكون ذلك بتراضي الجميع. ابقى معي دكتور فارس. ما يحقق مصالح الناس. نعم ابقى معي دكتور فارس. الآن أنتقل إلى ضيفي الآخر عبر الهاتف، الدكتور يحيى الأحمدي، محلل ثابت الأحمدي، عفوا، محلل سياسي. دكتور ثابت مساء الخير. مساء الخير والخيرات، أهلا وسهلا.
نعم دكتور، الآن بالنسبة لحوار عدن جدة، ما المتوقع من خصوصا أنه كان هناك في الكلام عن طبعا جلسة أولى لم تتم، الآن هناك جلسة ثانية وأيضا غير مباشرة، قراءتك لذلك؟ بداية أنا أصحح معلومة للدكتور حتى اللحظة هذا فيما يتعلق بالمعلومة الأولى. ثانيا فيما يتعلق بالسؤال الرئيس، حتى الآن ليس هناك معلومات رقمية نستطيع أن نبني عليها تحليلا سياسيا فيما يتعلق بمشاورات جدة التي تسمى حوارا وهو ليس حوارا في الأصل. يعني هذا لو تكلمنا من منظور المعجم الدبلوماسي، يعني للتفريق بين المشاورات والمفاوضات والحوار، القضية معقدة أو نقول فيها بعض التعقيدات، وحتى نستطيع العثور على بعض المعلومات الأولية سنستطيع أن نقول ما الفصل القادم الذي ننتهي إليه. المجلس الانتقالي منذ لحظاته الأولى، يعني منذ بيانه الأول نستطيع أن نقول أنه كان بيان دولة أو ما يفترض أن يكون، يعني حسب نص البيان الذي خرج به المجلس الانتقالي، لكنه بعد ساعات قليلة يعني استدرك وقال نعترف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. بينما بيانه الأول الذي خرج به بيان دولة متكاملة، وهذه واحدة من أوجه نقول من أوجه الخبط في القضية التي تبدو تائهة، وكأن هذا المجلس وكأن هذه الجماعة لا يريدون يعني أو لا يعرفون ماذا يريدون بالضبط. صحيح هنا قضية جنوبية معروفة ليست وليدة اليوم، هي تشكلت خيوطها الأولى منذ ما بعد صيف 94، ويعني برزت أكثر في 2007 وما بعدها، لكن في الواقع المجلس الانتقالي لا نستطيع أن نقول أنه يمثل قضية جنوبية أبدا، لا سيما وقد عولج في مؤتمر الخبر الوطني وكانت إحدى الجزئيات الرئيسية كما هو الشأن مع قضية صعدة. وفعلا فيما بعد يعني فترة عبد الرب منصور هادي من 2012 وحتى اليوم كانت هناك في الحقيقة معالجات كثيرة جدا جدا للقضية الجنوبية، رغم أن بعض المعالجات أيضا كانت قد وضعت من عهد الرئيس السابق. على أي حال المجلس الانتقالي هو استغل طرفا خارجيا لدعمه، واستغل قضية موجودة أن يمثلها، بينما هو في الواقع أقل من أن يمثل القضية الجنوبية، بدليل أن أغلبية نستطيع أن نقول اليوم أغلبية جنوبية اليوم تعارضه، وبعض من هذه المعارضة طابع مناطق في صورة تعيد قصة الجمرة والطغمة التي يعني ابتدأت من عام 86. هذه واحدة من تعقيدات المشهد، وحتى تبدو الصورة أكثر منتظر ماذا ستخرج به مشاورة جدة في الساعة القادمة إن شاء الله. نعم أستاذ ثابت، بالنسبة الآن هناك كلام في الأمم المتحدة عن قرار منها لتعيين خلف رئيس فريق بعثة إعادة الانتشار في الحديدة لوليسغارد وتغييره بآخر، هناك تكهنات حول أنه سوف يكون هندي متقاعد، لكن هنا تغيير باتريك ثم أتى بعده لوليسغارد الآن مبعوثا آخر، كل هذا التغيير في هذا الوقت لهؤلاء الرؤساء برأيك هل يعد شكليا أم وذو غير فائدة، أم أنه سوف يكمل هنا المرحلة القادمة لإسقاط ستوكهولم؟ قام باتريك بتسليم الحديدة وفي مسرحية هزلية كانت واضحة ثم غادر، أتى خلفه لوليسغارد صاحب اختراع التسليم الأحادي، والآن مبعوث أو آخر، قراءتك لكل ذلك؟ بشكل عام الأمم المتحدة تمارس عملية هزلية تماما في المنطقة بشكل عام منذ فترة طويلة وليس من اليوم، والشعوب جميعها فقدت الثقة بالأمم المتحدة، ذلك أنها تنظر أو تتعامل مع الملف اليمني على وجه التحديد من زاويتها هي، من مصلحتها من رؤيتها الخاصة هي، لا من زاوية المصلحة اليمنية التي يجب أن تكون. مسألة لوليسغارد أو خلفه، هذا سينتهي، هذا أثمر الدور وذاك سينتهي، وهو يذكرنا أيضا بالمبعوثين الأمميين
يعني قصة الحديدة والمبعوثين المتتاليين مثل قضية جمال بن عمار وولد الشيخ ومارتن جريفيث، وسيأتي أيضا مبعوث آخر. هذه لعبة دولية أصبحت مفتوحة وواضحة للعين، أمها حتى الأميون في القرى لم تعد فيها بعض التعقيدات، ولم تعد بحاجة لمزيد من الذكاء لاكتشافها. وبالتالي فيما يتعلق بالحرية التخريج، دعونا نقول لها نريد أن نجزع قضيتنا اليمنية، القضية المحورية المركزية وهي قضية الحوثي. وقضية الحريدة ليست ذات جدوى كبيرة إلى النهاية، يعني الحد النهائي صحيح الحريدة مهمة وغمينة، لكن أنا أقول وقلت من سابق لنحل قضية صنعاء، ومع قضية صنعاء ستحتل اليمن كاملة وستحتل كل القضاء اليمنية صغيرة وكبيرة. أما ما دامت صنعاء محتلة بيد الميليشية الحوثية، وما دام الحوثي ممسك بالعاصمة صنعاء، حتى لو حلينا 1000 حديدة و1000 عين و1000 عز وعدد، الداء في الرأس، وعلينا أن نبدأ من الرأس، نعالج السرطان أول ثم نبدأ نعالج بعده الحمى والتنكري. وكيف يتم معالجة ذلك الأمر برأيك؟ هل هناك أنه يجب على الحكومة الشرعية هنا إبلاغ الأمم المتحدة أنها لم تعد ملتزمة مثلا بقرارات أو تطبيق اتفاق ستوكهولم، وأنه سوف يكون هناك تدخل أو إعادة ما تم من بداية القوات المشتركة في الحديدة لمحاولة طبعا تحرير الحديدة بداية؟ اتفاق ستوكهولم هذا يجب ان ننساه تماما، وهو ولد من 220 منذ اللحظات الاولى، وهو كان حاله اسعاف عاجله للحوثي ولم تستفد منه شيء. فيما يتعلق بالخطوه الاولى التي يجب ان تتخذها، اقول الشرعيه وليس المجتمع الدولي، القياده الشرعيه يجب ان توجه كافه جبهاتها وتفتح كل الجبهات المتجهه نحو صنعاء لحصار ومحاصرة الحوثي وطرده من صنعاء، ثم السيطرة على أو الأصح استعادة مؤسسات الدولة ومحاكمة الحوثي. غير هذا تبقى المسألة عبثية وفي إطار اللعب وخلط الأوراق تماما، لا تفضي لا تنفع لا تدي لا الحديدة، وحتى مسألة عدم على جبران. للأسف الشديد نحن اليوم نعالج قضايا ونعالج حرائق على الطريق، يعني ما كان ينبغي لقضايا الآن لقضية المجلس الانتقالي والانقلاب اللي حصل، كل هذه ما كان ينبغي لها أن تحصل. هذه الآن نحن منشغلون بقضايا هامشية بدت رئيسية وبدت قضايا مهمة، وفعلا هي تبدو مهمة يعني في الوقت الحالي، لكن ما كان ينبغي لها أساسا أن تكون. فيما يتعلق بالخليج، تعرفون ويعرف المشاهدون الكرام أن القوات يعني العمالقة كادت أن تحرر الخليج نهائيا وتلقي قبضتها النهائية، لكن التدخل الذي حصل مثل إسعاف مباشر لجماعة الحوثي وإنقاذهم من الغرة الأخيرة. مثلما الآن مثل المجلس الانتقالي أيضا عملية تنفيس للجماعة الحوثية. الآن الحوثي يعني واضع رجل على رجل كما يقال، وينظر إلى صراعة الشرعية للفصائل داخل الشرعية يعني بالنهاية، وهذه حالة من العبث للأسف الشديد. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ثابت الأحمدي محلل سياسي. أعود إلى الأستاذ فارس، بالنسبة لما يتعلق بتغيير المراقبين لبعثة إعادة الانتشار في الحديدة، باتريك لوليسغارد الآن الآخر، تكهنات أن هناك متقاعد سوف يأتي آخر لا يعرف لحد الآن شخصيته، لكن برأيك التغييرات المستمرة لرؤساء بعثة فريق إعادة الانتشار لم تأتي بجديد، غير أنه كانت لصالح الميليشيات الحوثية من إعادة طبعا ما قام به باتريك من تسليم الميناء بتلك المسرحية، ثم بعد ذلك لوليسغارد أحادي الجانب التسليم تم من خلاله، والآن ما هو جديد هذا المبعوث برأيك؟ أنا أتصور أن المشكلة ما تزال قائمة، ليست المشكلة في تغيير من يدير هذه الحوارات أو ذاك رئيس اللجنة أو ذاك، الإشكالية تكمن في الأمم المتحدة ذاتها وفي إرادة الأمم المتحدة وفي تصور الأمم المتحدة للمشكلة اليمنية. نحن نعرف تماما أن ميليشيا الحوثي لا ترغب بالسلام في الحديدة على سبيل المثال، ولن تذهب خطوة واحدة إلى الأمام في اتجاه التسليم، هذا مفروغ منه.
وبالتالي رغم كل التنازلات من طرف الحكومة الشرعية وإيقاف القوات المشتركة عن الدخول إلى الحديدة وكل هذه الأمور، لم تستطع أن تجذب ميليشيا الحوثي إلى دائرة السلام كما تتصور الأمم المتحدة للأسف. ولذلك أنا أعتقد أنه سنستمر في ذات السيناريو، سيتغير هذا الضابط ثم يأتي غيره، المبعوث الدولي سيستمر في الزيارات المكوكية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وملف أو اتفاق السويد يدخل في الشهر التاسع دون أن يكون هنالك أي بوادر حتى يمكن أن نطمئن إليها. وبالتالي أنا أعتقد أن ما يحدث هو فشل ذريع، أو أن أما اتفاق السويد فقد انتهى ومات منذ اللحظة الأولى التي لم تنفذ فيها منذ ثلاثة الأيام الأولى التي كانت مقررة لأن تنسحب ميليشيا الحوثي من الموانئ، انتهى بعدم صياع ميليشيا الحوثي لهذا الاتفاق. ما عدا هو مسألة بحث عن في تصوري أنه بحث عن عمل من قبل المبعوث الدولي، ويريد فقط أن يعني كما يقال أنه يقدم ما يستوجب الراتب أو المهمة التي وكلت إليه، لكن هل يحدث من نجاح حقيقي أو يمكن أن نتفاعل؟ لا أعتقد، لأن كل المحاولات وكل الاتفاقات، تخيلي كل الاتفاقات التي تمت عن الحديدة والاجتماعات للجنة الرقابية وكل ما حصل لم يحدث ولا نقطة واحدة للتقدم نحو تنفيذ اتفاق السويد، وبالتالي كيف يمكن أن نطمئن إلى أن أي إجراءات يمكن أن تبدل أو تغير يمكن أن تحدث فرق؟ الخلل في أن الأمم المتحدة لم تضغط على ميليشيا الحوثي ضغطا حقيقيا وكافيا للتسليم وللتنفيذ اتفاق السويد. إذا كانت قد مالأتها في مسألة الانسحاب المزيف من ميناء الحديدة، فكيف يمكن أن نطمئن إلى أن الأمم المتحدة قادرة على الضغط على هذه الميليشيا؟ وأنا أعتقد أن على الأمم المتحدة إما أن تضغط بقوة لتنفيذ هذا الاتفاق، لأنه معيب في حق الأمم المتحدة وفي حق السويد أن يكون هنالك اتفاق محدد له 21 يوم اللي الآن يدخل في الشهر التاسع دون أن تنفذ منه كلمة واحدة، فإما أن يعلنوا وفاة هذا الاتفاق أو أن يرفعوا أيديهم وحظرهم عن القوات المشتركة لتحرر الحديدة. أما أن يستمر الوضع بهذا الشكل اللا سلم ولا حرب، أنا أتصور أن معاناة اليمنيين في 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 ذمة الأمم المتحدة، وإذا كانت الأمم المتحدة قد كانت في الحقيقة ترفع الأصوات العالية الأصوات الإنسانية أنها بهذا الاتفاق تريد أن تحمي المدنيين وأن توصل المساعدات وأن تجنب الحديدة الدمار، فأعتقد أن ما حصل في الحديدة من بعد اتفاق السويد من ضرر للإنسان اليمني أكثر مما لو تم تحريرها بخطط نوعية. صحيح لسنا مع حروب داخل المدن، لكن كان هنالك اتفاقات على أن يكون هنالك على الأقل حصار على ميليشيا الحوثي للتسليم. شكرا جزيلا لكن لك. نعم. الأمم المتحدة للأسف تغاضت عن كل هذا، وتعد للأسف أنها تعد ما نعم. قامت به انتصار. أنتهى وقتي دكتور فارس متقدمة. نعم شكرا جزيلا لك الإعلامي فارس البيل، وأشكركم أيضا مشاهدي الأكرم لحسن المتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله.